الاب اخويا من الاب، احنا خمسه صبيان وعنده هو اماني وحسناء بنتين ولينا اخت ثالثه من زوجه ثالثه اسمها شيماء. اه بس كلمني بقى ايه الظلم اللي هو اتعرض عليه؟ عنده ولد اسمه عبد الله وعنده ثلاث بنات. كلمنا عن حالتهم، بنته الاولانيه متجوزه عبر بركات اللي هو كان في الزمان في الاسماعيلي ده. كلمني بقى عن حالتهم دلوقتي. حالتهم منهارين جدا، لان ايهاب اصلا الناس اللي مش عارفاه اصلا متعاطفه معاه لانه كان مؤدب وخلوق جدا. ايهاب اي بني ادم مالوش عداوه، حتى حسام حسن اللي كان بيكرهه بدون مبرر جاله هنا مره واثنين وثلاثه. تفاصيل الجنازه بقى ولا كلمنا شويه. الله يوم بكره ان شاء الله هيتصلى عليه جنازه الظهر في جامع حسن الشربات في القاهره الجديده العزاء، ويوم الجمعه العزاء في جامع القاضي المسلح. هيفضل فين المطابق؟ المشير جنبه على طول. احنا اصلا من المنصوره بس هو مش عايز، ما كانش عايز يديها في الجامع. الحاله النفسيه الاخيره للكابتن ايهاب كان منهار عشان خاطر الاسماعيلي، لان ايهاب قعد 10 سنين في الاسماعيلي، كان نفسه الاسماعيلي يبقى احسن من كده. لكن برضه اللعيبه بتتباع واللعيبه بتتعمل غصب عنه. احنا انا اسماعيلاوي وبنشجع الاسماعيلي من ايام ايهاب، كان لسه عنده 10 سنين. الاسماعيلي مشكلته انه كل سنه بيبيع كل اللعيبه عشان يجي لعيبه ثانيه. لكن ده برضه ما اثرش علينا. ايهاب معروف عنه انه بيعرف يطلع ناشئين من اول وجديد. يفتكروا في المقص عمل ايه لما كان تاني الدوري وخسر الدوري على نقطه. يعني التقرير كل الصوره اللي في الملعب كان حزين جدا. ادعوا له فقط وادعوا ربنا ان يخلي عيالكم ربع ايهاب جلال. يلا صح طبعا. التقرير الطبي التقرير مات قضاء وقدر وربنا يعفي عنه ويرفي. يلا صح. الرساله الاخيره اللي تقولها لكل جماهير الاسماعيلي وكمان ايهاب، اقول لهم حبوا الاسماعيلي شويه واعرفوا قيمه ايهاب جلال، وهتعرفوا قيمه ايهاب جلال اكثر بعد ما مات. الوصيه الاخيره بتاعته ناخد بالنا من بناته وندعي له بالصبر والسلوان وربنا يفك عنه. التقرير الطبي الاخير اللي نزل اعمار ولاده. ايه اعمار ولاده؟ لا كتير بس الظاهرين لسه في. لا كبار. لا في واحده بس صغيره، لكن باقي كبار. في واحده منهم متجوزها عمرو بركات. تمام. البقاء لله.